الحج الفلسطيني يبدأ من مصر، فقد أعرب الحجاج الفلسطينيون القادمون من معبر رفح البرية في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة الدولي عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار فتح المعبر وتذليل العقبات أمامهم، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية اتسمت بالسلاسة واليسر، فيما تواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية لسفر أكثر من 3300 حاجة من فلسطين بوقع 3 رحلات يوميا حتى نهاية سفرهم في 8 من أغسطس. احنا بالنسبة للمهمة الطبية اللي احنا مبتعثين من أجلها هو الحفاظ على صحة الحجاج. طبعا احنا بنتكفل في انه نتابع الحجاج في الطريق من هون من معبر رفح اللي هو لمصر، ومن مصر اللي هو السعودية. في السعودية طبعا احنا بيكون عندنا عيادة طبية موجودة بالفندق الموجود فيه رئيس البعثة الطبية، بنكون احنا نفتح هذه العيادة لفترة 12 ساعة، وبعد 12 ساعة بيكون في دكتور اللي هو مناوب على الكول يعني على الاتصال، إذا صارت حدث أي طارئ بيبقى التليفون موجود معلق عند العيادة الطبية.